الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم مع الدولة التي أحلم بها أحلم بدولة تعظم المقدسات وترعى المحرمات وتعز المواطن وتنصر المظلوم هذه الدولة التي أحلم بها ليس كواقعنا اليوم، اليوم المحرمات منتكه منتهكه، المقدسات مثل الاقصى محتل، المواطن في داخل الدوله وخارجها ذليل طبعا الظلم وانتشار الظلم شيء غير عادي. في قصه لطيفه في تاريخنا لما ايريني ملكه الروم عُزلت وتولى مكانها نقفور حاكم الروم الجديد. أرسل رسالة إلى هارون الرشيد رحمه الله تعالى الخليفة العباسي الشهير. يقول فيها أن يتكلم عن ايريني التي كانت قبله أنها كانت تدفع لك الزكاة ومعنى الرسالة أن جعلت نفسها مثل الجندي الذي في لعبة الشطرنج وجعلتك مثل الرخ الذي في لعبة الشطرنج وهذا من حمق النساء هكذا في الرسالة من حكم حمق النساء وضعف ضعفهن فضعفهن فإذا جاءتك رسالتي هذه فاردد كل ما دفعته لك سابقا وأنت تدفع الجزية هذا كلام نقفور لهارون فهارون رد عليه قال اذا جاءك كتابي هذا فالجواب ما تراه لا ما تسمعه الجواب ما تراه لا ما تسمعه بس ما ارد ما ارد عليك بالاقوال مثل ما ستفعل أمتنا اليوم هذا مرة عندنا في مجلس الأمة في الكويت وقف خطيب واحد من البرلمانيين يتكلم في يوم الأرض الفلسطينية فيتكلم عن قضية فلسطين وسمح له بالحديث ربع ساعة فطول ف فرئيس المجلس بدأ يضرب يقول له يا عبد الكريم خلص وهذا مكمل يا عبد الكريم بس وهذا مكمل خلص نص ساعه فهذا خلاص يا عبد الكريم فقال له يا رئيس المجلس اتركني احرر فلسطين <applause> احنا عندنا غير الكلام <applause> هذا واقع هذا واقع امتنا اليوم هارون رد بالفعل لا بالكلام وتعرفون القصه الشهيره قصه المعتصم لما سمع ان صرخت امرأة وصلته امرأة هي قصتها باختصار ان امرأة اسرت من ضمن عشرات الاسرة في بلاد الروم في منطقة حدودية منطقة حدودية فقالت وا معتصماه في واحد سمعها وصل الخبر الى اخر المهم وصل الخبر في النهاية الى المعتصم فحرك الى عمورية اللي هي فيها حدثت المعركة هذه حرك جيش كامل اوله في عمورية واخره عنده هذا عزة الاسلام فتراجع الروم واطلقوا كل الاسرى هذا الذي نبحث عنه نبحث عن هذه العزة عن تعظيم المحرمات عن الدفاع عن الكرامة عن هذه دولة عزة وشموخ و... و... وهيبة وعطاء دولة تمتلك قوة حقيقية ليس ليس وهم ليس خطب رنانة إذاعات صوت العرب وأمثالها لا 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 نريد هذه السيادة الحقيقية نريد هذه الهيبة لا الشعارات الجوفاء الخطابات الرنانه صارت ليس فقط للاسف عند الحكام صارت عند حتى علماء الدين <applause> وحتى على فكره صارت حتى علماء الدين ليس في في الشرق فقط حتى في اقليات المسلمين في الغرب اذكر واحنا في امريكا في خطب في خطبة الجمعة في مسجد صغير في اوكلاهوما فالخطيب يقول وانا من هذا المنبر احذر رئيس امريكا ايش تحذر رئيس امريكا؟ <applause> من انت حتى تحذر رئيس امريكا؟ دولة دولك كلها صار ليس لها هيبة وانت في مسجد صغير صارت خطب رنانة انتشرت في الامة الى درجة ان صارت الخطبه ليس لها قيمه، وصارت الالفاظ هابطه، وصارت الـ الـ ما ما في ما عندنا ما عندنا فخر، ما عندنا مجد، ما عندنا شعور بالعزه، وطبعا اعظم المقدسات المنتهكه هي فلسطين والاقصى، اليوم اليهود يلعبون بنا والصهاينه يدوسون المسجد الاقصى وينتهكونه ولا في اعتبار ودولنا يعني تتنافس في التطبيع هذه الخيانه العظيمه هذا 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 الذي اتحدث عنه الذي نريد ان نقضي عليه نريد دوله تعيد المقدسات وتعيد العزه وتجعل الأعداء هم الذين يخضعون لنا وليس لن الذين نخضع لهم مزيد من معاني تعظيم المقدسات بعد الفاصل بإذن الله تعالى الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا بكم مع الجزء الثاني من تعظيم المقدسات أحد المقومات الرئيسية لأمتنا إذا كنا نريد أن نحلم بالأمة العظيمة التي ستكون لنا في المستقبل وحدثتكم أن الأمة القوية العزيزة الكريمة تحمي مقدساتها وتعظم الحرمات وترعى تراعي المحرمات تنتبه الى مثل هذه المسائل وتعمل على على تحرير المقدسات من الاحتلال بالذات الاقصى وما يعني وكل ارض فلسطين الامه يجب ان لا تتنازل عن اي شبر من فلسطين واليوم نجد للاسف استعداد هائل عند الامه للتنازل هذه للـ للـ للذين خارت عزائمهم على الاقل اتركوا الاجيال القادمة تحلم وادركوها تعمل على ارجاع المقدسات ايضا استرجاع الاقصى هذا امة فقدت مقدساتها وسكتت عن انها مسألة امة ضعيفة امة مهزومة يتبع هذه المسألة استرجاع الاسرة تحرير الاسرة اليوم عندنا اعداد كبيره من الاسرى عند المحتلين وفي سجون الطغاه، أم الامه العزيزه ما في عندها اسرى، لا في عند الاحتلال ولا عندها استبداد سياسي يحول العلماء الى اسرى، فهذا كله جزء من من معركتنا في الحضاره، احنا على فكره لازم نفهم ان ال ال الذي نتحدث عنه هنا هو معركه حضاره. نحن في معركه حضاريه او ان شئت تدافع حقيقه افضل من كلمه معركه تدافع حضاري و امتنا يجب ان تكون كذلك قدوه في تعظيم المقدسات بحيث ما احد يفكر يفكر تفكير في ان يمس المسلمين او يمس مواطن حتى لو غير مسلم في دوله الاسلام دولتنا تحمي مواطنيها وتحمي اطرافها وتحمي المسلم وتحمي الذمي الذي يعيش في دوله الاسلام هذه حمايه كامله وواجبها هذه المساله و ودور و رئيسي من ادوار الامه ان يكون لها هيبه هذا دور رئيسي ان يكون للامه هيبه وتعتز تعتز بقوتها وتعتز بهيبتها وتحمي مواطنيها اليوم اليوم مثلا نجد ان امريكا ممكن تشد حرب عشان كم واحد من مواطنيها قتلوا اليوم لما تصير كارثه يرسلوا جيش عشان يطلع مواطنيهم من البلد الذي فيه حرب او فيه كارثه هذا ليش هذا عند الغرب بشكل كبير وعندنا هذا الامر غير صحيح غير متوفر هذا الذي نريد ان نغيره نريد نريد امه عزيزه تصنع القرار هي التي تصنع القرار في العالم امه تقود العالم اليوم اليوم العالم ليس له الا قياده واحده وهي امريكا في فتره من الفترات كان هناك قيادتين امريكا وروسيا في احتمال في المستقبل تاتي الصين تنافس هذا كله صحيح طيب اين امتنا في كل هذه السابق واللاحق اين امتنا في هذه المعادله نريد امه تصنع الحضاره أه، تعيد الهيبه تقود البشريه تقود الحضاره من جديد ترفع الظلم عن المظلومين هذا هذا الذي نحلم به والله سبحانه وتعالى امرنا برفع الظلم عن ليس المسلمين، انتبهوا جيدا ليس المسلمين وانما كل انسان مظلوم احنا واجبنا ان ننصره واجبنا نصره المظلومين يقول الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان كيف ما تقاتلوا في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين ولذلك المسلمين في في تونس لما كان عندهم الدولة الحفصية استعان بهم النصارى في جزيرة كريت نصارى استعينون بالمسلمين في تونس لان قريبين منهم ضد من ضد النصارى الرومان اللي كانوا يحكموا كريت وكانوا ظالمين اهل كريت ظلم شديد وسمع اهل كريت بعدل الاسلام والمسلمين فارسلوا رساله يطالبوا المسلمين بالتدخل لرفع الظلم عنهم وفعلا الحفصيين ارسلوا جيشا وسيطروا على كريت ودخلت كريت في حوزة المسلمين وصارت دولة اسلامية الى ان تم احتلالها لاحقا وخرجت من ايدينا مع استضعافنا لاننا للأسف لا نعظم مقدساتنا ولا نحمي حدودنا ولا ندافع عن مواطنينا فخرجت كريت وامثالها خرجت الاندلس خرجت كريت وخرجت اليوم فلسطين وهي قلب الامة ويجب علينا عودتها بدون تعظيم مقدسات ما يكون عندنا امه محترمه وبدون امه محترمه ما يكون عندنا دوله نحلم بها هذه هي الدوله التي احلم بها القاكم في لقاء قادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله نريد هذه السياده الحقيقيه نريد هذه الهيبه للشعارات الجوفاء اليهود يلعبون بنا هذا أمة فقدت مقدساتها وسكتت عن أنها مسألة أمة ضعيفة أمة مهزومة نريد أمة تصنع الحضارة أه تعيد الهيبة تقود البشرية thank mm -hmm.